طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول مهارات الأسبوع الثالث من شهر أيلول للصف الثالث لمادة اللغة العربية. سنبدأ جولتنا يا أحباء بالتركيز على مهارات اللغة العربية. سنبدأ بمهارة الاستماع ومهارة المحادثة في بداية الحصة، ومن ثم سنتطرق إلى مهارة القراءة، حيث سنقوم بمتابعة القراءة لدرس شعوبنا العالم، ونتحدث عن شعب الأسكيمو، ونعمل مقارنة بين البيئة القطبية والبيئة الصحراوية. أيضا سنقوم بطرح الأسئلة واستخدام المفردات التي تعلمناها خلال الحصة في التعبير عن الصور والتعبير عن مجريات الحصة بما يخدم وحدة البحث. سنقوم خلال هذه الأسبوع بزيارة المكتبة واستعارة قصة لمدة أسبوع وإعادتها إلى المكتبة. أيضا يا أحبائي، سيكون هناك مسابقة الخط الجميل الذي سنقوم به خلال حصة اللغة العربية، حيث سنقوم بكتابة فقرة بسيطة يتم التركيز فيها على رسم الحرف فوق السطر وتحت السطر، واستخدام علامات الترقيم، واستخدام المدود القصيرة وهي الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون والتنوين. أيضا يا أحبائي، خلال هذا الأسبوع سيقوم التركيز على بعض المهارات التدريبية، منها أقسام الكلام واللام الشمسية واللام القمرية وهمزة الوصل وهمزة القطع. أيضا في خلال هذا الأسبوع سيتم التدريب على فقرة الإملاء التي يتم تعيينها من قبل المعلمة في فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام. سيتم التدرب عليها من خلال القراءة والتدرب عليها على كتيب الإملاء وكتابتها في الكتيب عدة مرات، وسيتم التدرب عليها على الدفتر. سيتم تدريب الطلاب عليها لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق خلال الحصة حتى يتمكن الطلاب من كتابتها بشكل سليم. أيضا لدينا يا أحبائي تقييم للقراءة، يكون هناك لدينا تقييم لقراءة فقرة الإملاء والقراءة الدرس والكتابة الإملائية، وسيتم تحديده من خلال إرسال إيميل للطالب بتحديد موعد تقييم القراءة والكتابة الإملائية. سنقوم بقراءة جغر شعوب من العالم، قراءة فقرة فقرة، ومن ثم سيتم التقييم على كامل الدرس. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء.